السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم في وهران. وهران مليان. وهران المدينة المتوسطية الساحرة، بالإضافة إلى سواحلها وبناياتها التي تعبر عن مدى عراقتها، فالثقافة الشعبية لهذه المنطقة تعد من مميزات الباهية، حيث يشتهر السكان المحليون بمرحهم وترحيبهم الحار بالزوار. الشعب الوهراني شعب حبوب، شعب مرحب، يرحب بكل ضيوف داخل الوطن وخارج الوطن، ونتمنوا تكون المساهمة تاعهم في التوعية وفي التحسيس، مثلا مدينة نظيفة، تعرف بالمجال السياحي اللي تسخر به ولاية وهران. كنا لها أثر كبير على الواقع، على وقع المجتمع، وتكون عليها على التجارة وعلى الطابع السياحي والتعريف بالوجهات السياحية هنا بولاية وهران. ويكون الواجب تاعنا كأبناء وهران أن نفوتوا هذا الفيلم وهذه المناسبة هذه على أحسن ما يرام. تنظيم حدث بحجم ألعاب البحر الأبيض المتوسط يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من بين أهم الفاعلين المجتمع المدني والذي يسعى عن طريق الجمعيات والمواطنين إلى ترويج للثقافة المحلية لوهران. لجنة التنظيم لألعاب البحر الأبيض المتوسط تستقبل تقريبا يوميا مختلف ممثلين لهذه الجمعيات التي هي وهي متنوعة جدا، ونحن بطبيعة الحال نستقبلها بكل سعادة وافتخار. معكم جروب افونتي روندوني اورون، كما راكم تشوفوا رانا هنا مع لي فواتير دو كوليكسيون تاعنا، الكوكسينال دي شيفو تي 3، وكاين دوتر فواتير يعني لا غالب ما جاوش معنا. حنايا عندنا رشقه في هاد لي فواتير، عندنا نديرو كامبينغ، لي بيفواك، لي روندوني، نروحو بهم لي بلاج. الألعاب ستسمح أيضا بتقوية أواصر الأخوة والصداقة بين شعوب البحر الأبيض المتوسط. بما أن الألعاب البحر الأبيض سيكون هناك ولوج لعدد معتبر من الثقافات المتوسطية، سيتشبع المجتمع الوهراني بهذا الكم الزاخر من الثقافات المتوسطية. إدماج الشباب خاصة وإشراك المجتمع الوهراني عامة هي السياسة المعتمدة من قبل المنظمين لضمان نجاح هذا الحدث الكبير. مرحبا بكم في وهران. وهران مليان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة